دخل مستفيدين من سكن اجتماعي تساومي طريق باترا في احتجاج امام مقر الولايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جمعية 100 ساكن تساهمي طريق باترا خنشلة الشركة المنجزة الإخوة السبع وشركائه. احنا درنا قدام مرة احتجاجات ودرنا طالب مقابلة للسيد الوالي وعطونا وعود حد الخميس لحد الخميس لحد الخميس ما نجيب سمانة. رانا في 21 يوم ما كان حتى خبر حتى استدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن ضحايا ومكتتبي سكنات 100 سكن تساهمي طريق باترا للمرقي العقاري السبع وإخوانه. اليوم رانا في وقفة سلمية وتكاد كل يوم وقفة سلمية، تكاد تكون كل يوم وقفة سلمية. نطالب السيد الوالي بالتدخل العاجل 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 في قضيتنا التي دامت حوالي 17 سنة، وهذا امر غير لا يستوعبه العقل. 17 سنه انتظار، 17 سنه انتظار، 100 عائله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جمعيه 100 ساكن تساهمي طريق باترا الاخوه سبع وشركاء بولايه خنشله. اليوم الاثنين جينا درنا وقفه احتجاج سلمي قدام مقر الولايه باش نقابلوا السيد الوالي، ولكن ما قدرناش. الولايات كامل يستقبلهم الوالي الا احنا عينا ندخلوا عند السيد الوالي باش نطرحوا الانشغال نتاعنا للسيد الوالي لحياته لما تنادي.